وهنا هتشوف مثلا على سبيل المثال انه اول ما توفر له الامكانيات اللازمه فتلاقيه مثلا زي النهارده ينجح في اول عمليه زراعه كلى احنا بنعملها من زمان بقالنا سنين، لكن في مركز 30 يونيو الدولي بالتحديد، وده التابع لهيئه الرعايه الصحيه بمحافظه اسماعيليه. عايز تقول يا يوسف ايه؟ عايز تقول على زراعه الكلى؟ اقول لك لا، هقول لك احنا ازاي قدرنا نعمل منظومه تامين صحي بهذا الاتساع وبهذه القوة، خد بالك، وبهذه الكفاءة وبهذا المستوى اللي بيشهد له القاصي قبل الداني. خلي بالك احنا ما بنشهدش لنفسنا الا انه لا ده احنا جامدين قوي قوي. فلما توفرت الامكانيات عملنا منظومة تأمين صحي بهذا الشكل. تيجي تقول لي طب وهي يا يوسف لسه ما كملتش على عموم الجمهورية؟ هقول لك يا راجل يا طيب، هو كان في اصلا؟ ما تعالى نقعد نشوف احنا عاوزين نعمل حاجه كوليشن كان ولا نعمل حاجه محترمه وكبيره ونستفيد منها بجد وتبقى فيها كفاءه متناهيه المستوى او لا متناهيه المستوى بجد. طيب عايزين نعملها صح يبقى نعملها صح. خلونا الاول ناخد معانا على التليفون الدكتور محمد العقاد مدير اداره الرعايه الثانويه والثالثيه بالهيئه العامه للرعايه الصحيه، والف مبروك. الله يبارك فيك. عامل ايه يا دكتور؟ يعني انت عارف انا بسعد بلقائي معاك دايما والله يا استاذ يوسف. انا اكتر. انت من الناس المقربين لقلوبنا جميعا ولقلوب المشاهدين. بس احنا متفقين على انه انت بتحط المواطن كده اولويه وبتحب تناقش كل ما يخص المواطن المصري. يا رب يخليك. بس احنا متفقين على انه مفيش استاذ ولا القاب ما بين الاصحاب والاخوات، يعني احنا متفقين على كده من بدري. ده حقيقة. خليني عايز بقى أرجع معاك على العملية اللي اتعملت النهاردة في مستشفى 30 يونيو. هي بالنسبة لنا مش مجرد عملية لنقل وزراعة الكلى، هي بالنسبة لنا حاجة تانية خالص. لكن خليني أسألك على ترجمة جملة حاجة تانية خالص. أنا دايما بتبسط بأسئلتك وانت عارف، وعشان كده هاخد من السؤال ده المسج اللي انت عايز توصلها للناس. احنا حابين نقول الأول رسالة مهمة جدا للمواطن المصري. احنا القيادة السياسية وفخامة الرئيس في منظومة التأمين الصحي الشامل همه الأول المواطن المصري، وبالتالي كل ملف بندخله في حيز التطبيق جوه منظومة التأمين الصحي الشامل عايز أقول لك إن هو بيتم دراسته، ويمكن أنت نزلت معانا على الأرض وشفت. حصل. بيتم دراسته من أول الألف إلى الياء زي ما بنقول from A to Z. صحيح. احنا بندرس كل تفصيلة فيه عشان ما يبقاش في غلطة بنقع فيها. طبعا ما فيش حاجة فيها كمال، ولكن لما تقترب من النسبة العالمية في تقديم الخدمة يبقى احنا عملنا حاجة كويسة جدا. عايز اقول لك ملف زراعة الاعضاء ده وتكليف هيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل ان احنا يكون جوه المنظومة ونبدأ فيه، قعدنا فترة عشان ندرس الموضوع كويس جدا. ازاي نستقطب الناس اللي هتقوم معانا بالقصه دي؟ ازاي نكون فولي اكويب، او يعني عشان نترجمها بالعربي نكون جاهزين 100% من اصغر مستلزم واصغر خيط ابره في العمليات لغايه اكبر جهاز ممكن نستخدمه. ازاي نوفر رعايه عزل مريض زراعه الكلى عشان في الفتره الاولى اللي مناعته بتبقى فيها ضعيفه يبقى قاعد في وسط اجواء معينه وبريشر ضغط معين جوه الغرف بطريقه معينه تتناسب مع المعايير العالميه لزراعه الكلى. كل خطوه من دول اتدرست يعني فني واداري وكل حاجه. عايز اقول لك مركز 30 يونيو هو مركز متخصص في امراض الكلى والمسالك، كل ما يخص الامراض الباطنيه والجراحيه في الكلى والمسالك. المركز ده يعني سعته السريريه 16 سرير داخلي، 8 أسرة رعاية، غرفتين رعاية عزل المرضى زراعة الكلى، 3 غرف عمليات، 74 سرير غسيل كلوي. المركز بيخدم ما يقرب من 400 عيان غسيل اللي هو المستديم اللي هو بيغسل بصفة منتظمة. يوسف مش اللي هو العيان الطوارئ اللي محتاج جلسة غسيل بسرعة دلوقتي، لا ده 400 عيان بيغسلوا بصفة منتظمة على مدار الأسبوع. بيخدمهم احنا قدمنا في مركز الكلى ده ما يقرب من 97 ألف جلسة غسيل كلوي. قدمنا خدمة الطوارئ لعدد
13885 عيان. الارقام دي ارقام على مركز متخصص في الكلى، ارقام كبيره. عايز اقول لك ان اقليم القناه بقى فيه حاجه نفتخر بيها كلنا، كل مصري يفتخر بيها. مركز كلى ومسالك في كل حاجه بتتعمل. تخصص الكلى بالكامل، وصلنا لزراعه الكلى اللي هي الحمد لله زي ما بنقول الحلم في هذا التخصص. المسالك وصلنا فيه للتفتيت والمناظير وعمليات المسالك وكل العمليات الجراحيه بتتعمل فيه. لنا ان نفتخر ان منظومه التامين الصحي الشامل تضم مركز في الكفاءه دي وفي تقديم الخدمه المحترمه دي. ومن كلمتك حابب اقول ان احنا يعني الواحد فعلا في المنظومه دي بيفرح يوم عن يوم. لا والله، لما نوصل ان احنا يبقى عندنا في منظومه التامين الصحي الشامل زرع كلى، ولما تعرف ان اول عيانه عندها 19 سنه بعد ما كانت بتغسل ثلاث او اربع جلسات في الاسبوع، كل جلسه اربع ساعات، طبعا ده بيأثر على حياتها وعلى حياه اسرتها والاعباء الماليه والنفسيه طبعا. صحيح. فاهم الكلام ده. لما تشوف الفرحه ان هي بتزرع كلى وان ابتدى يبقى في سكسس ستوري او قصه نجاح جديده لهيئه الرعايه الصحيه، مش عايز اقول لك فرحه الحمد لله الفريق اللي اشتغل والدكاتره والتمريض والعمال وكل الناس، ان احنا بدا يبقى الحمد لله في زراعه كلى، نبدا نخفف على اهلنا واولادنا والشباب بتوعنا يعني اعباء النفسيه والاقتصاديه للفشل الكلوي ومرضى الفشل الكلوي، وان هم بيتعرضوا للغسيل الكلوي زي ما اتفقنا ثلاث او اربع مرات في الاسبوع. صعب. الفرحه كانت كبيره جدا يا يوسف النهارده. لا وبالمناسبه يعني الحمد لله بنجاح العمليه، ويعني الحمد لله الحمد لله ان هي اول عمليه زراعه كلى ونجح الحمد لله. والله بص، اولا يعني احنا حتى كنا عارضين حالا لسه شايلينها اهو الصوره بتاعت الفريق اللي قام بالعمليه. الجدير بالذكر وانت ادرى مني بكتير، الدكاتره المصريين هم الاعلى طلبا في اوروبا، مطلوبين بالاسم، عايزين مصري مش اي حد تاني. فانا اكتر حاجه بسطاني ان احنا قدر الامكان، وانا عارف ان ده مجهود مهم كبير اسف وهياخد مننا وقت وهياخد مننا حاجات كتير، ان احنا بنخلي ولادنا هنا عشان نستفيد بيهم معانا. ده بقى يقودني للسؤال اللي جاي كده، اذا امكن انك تفرحني بمش مجرد سبق، يا فرحه من قلبي، ان احنا قريب هندخل محافظات جديده ان شاء الله. ها افرحك طبعا، وهقول لك ان احنا ان شاء الله باذن الله نقل اصول المستشفيات محافظه اسوان، المحافظه اللي كلنا بنحبها وبنحب اهلها طبعا بسبب طيبتهم وجدعنتهم اللي كلنا بنقابلهم في حياتنا اليوميه. ان شاء الله ده هو يعني زي ما انت قلت، وانت مش عايزه يبقى سبق وعايزه فرحه للمواطن المصري. والله العظيم ان شاء الله باذن الله محافظه اسوان المستشفيات والوحدات ومراكز طب الاسره ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه في خلال الاسابيع القليله القادمه ان شاء الله هتنتقل الى هيئه الرعايه الصحيه. حلو. عشان نبدا نقدم فيها الخدمه. أيوة. يليها مباشره ان شاء الله باذن الله محافظه السويس. الله يعني أكبر. واحتمال كمان يكونوا في نفس التوقيت يعني، فاحنا هنضغط شويه بس يعني احنا قدها قدود حاجه عندنا ان احنا نبقى بنقدم الخدمه في كل حته. قدها قدود اهو، دي بقى اللي حاجه تفرح القلب بجد. انا عايز اشكرك جدا 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 صديقي العزيز جدا اللي اتشرف بيه، الدكتور محمد العقاد، مدير اداره الرعايه الثانويه والثالثيه بالهيئه العامه للرعايه الصحيه. ادينا خدنا خبر كويس، اسوان داخله في السكه، بعدها على طول باذن الله سبحانه وتعالى السويس، وهلم جره.